السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بعد رفع الجلسة، حيث نطلعكم على آخر نشاطات وقرارات لجان مجلسي النواب والشورى. عقد مجلس النواب المنتدى النيابي الاقتصادي الأول تحت عنوان فعالية العمل التشريعي في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك برعاية معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين من مختلف القطاعات الاقتصادية بقاعة المؤتمرات في فندق الخليج. وكان في مقدمة الحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين. وقد خرج المنتدى في ختام مناقشات المحاور الأربعة بـ 21 توصية، كان من أهمها إصدار التشريعات وإيجاد الحلول الكفيلة بتقليل العجز في الميزانية العامة، والبحث عن مصادر تمويل أخرى نفطية وغير نفطية، وضبط مستويات الصرف للمحافظة على مكتسبات المواطنين، ودراسة الميزانية العامة للدولة بشكل يراعي أولويات المرحلة الحالية، وتأجيل المشاريع التي لا تشكل أولوية في المرحلة الراهنة. أيضا تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية بشكل يضمن الاستثمار والاستخدام الأمثل للموارد وضمان سير الخطط وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة. تشجيع السياسات والإجراءات التي تقوم على أسس التقييم الدوري للخدمات المقدمة للمواطنين بصورة مستمرة، التشاور المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقا للمبدأ الدستوري الذي يؤكد استقلالية السلطات مع تعاونها. أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب حرص المجلس النيابي على تعزيز التعاون المثمر مع الحكومة الموقرة والقطاع الخاص، وتكريس الجهود المشتركة من أجل تحقيق تطلعات الباحثين عن العمل عبر توفير فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم ومؤهلاتهم واحتياجات السوق. جاء ذلك أثناء لقاء معاليها بسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، حيث تم استعراض خطط وبرامج الوزارة بشأن توظيف البحرينيين والأنشطة المرتبطة بمعارض التوظيف العامة والمتخصصة والبرامج والمبادرات الكفيلة بخفض معدلات البطالة خاصة بالنسبة للجامعيين. وأشارت معاليها أن المجلس النيابي يدعم كافة الجهود الرامية لبحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، وجعل البحريني الخيار الأول دائما، والاستثمار في الأيدي العاملة الوطنية لما تمثله من قوى معطاء في بناء الوطن وتحقيق الازدهار والنماء له. أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن العقدين المزهرين منذ جلوس حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وانطلاق المشروع الإصلاحي الكبير هما عقدان مليئان بالإنجازات الحضارية والحقوقية على نهج الديمقراطيات العريقة، حتى شهدت المملكة نقلة نوعية من التقدم على مختلف المستويات. ولفت الصالح إلى أن مملكة البحرين شهدت خلال العقدين المزهرين تطوراً ونماءً وتقدماً في مختلف المجالات والقطاعات، وأصبحت المملكة رائدة في حقوق الإنسان وفي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وعلى الصعيد ذاته أشاد معاليه بالأمر الملكي السامي لجلالة الملك المفدى بتثبيت جنسية 551 محكوم صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية، مؤكداً أن هذا التوجه ليس بغريب على جلالة الملك المفدى، فهو الحامي الأول لما تضمنه الدستور من مبادئ تصب تجاه ترسيخ دعائم الحق والعدالة التي تحفظ أمن المجتمع واستقراره. أكد سعادة المستشار راشد محمد بنجمة الأمين العام لمجلس النواب أن الأمانة العامة للمجلس حريصة كل الحرص على تجويد آليات الدعم والمساندة لأصحاب السعادة النواب واستثمار مختلف الإمكانيات والخبرات التي يمتلكها منتسبو الأمانة العامة، بما يساعد السادة النواب في أداء دورهم الوطني الرقابي والتشريعي. وأشار الأمين العام خلال توقيع الأمانة العامة مذكرة التفاهم مع معهد الدراسات القضائية والقانونية إلى ضرورة دعم التدريب القانوني المتخصص في مختلف المجالات ذات الصلة بالحقل القانوني،
بما يسعى يحقق منظومة تشريعية متطورة ومتقدمة في كافة الجوانب عبر عملية البناء المعرفي والعلم الرصين، مضيفا أن التدريب هو متطلب دائم ورافد رئيس للوصول إلى جهاز إداري متطور يحقق الطموحات لما فيه خير وصالح ومستقبل مملكة البحرين. وتأتي مذكرة التفاهم من منطلق حرص الأمان العامة والمعهد على تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتبادل المعلومات ورفد أصحاب السعادة النواب الأعضاء والعاملين في الجانبين بالخبرات في المجال القانوني والعمل البرلماني. حصدت الأمانة العامة لمجلس الشورى شهادة الاعتماد في برنامج ثقة لأمن المعلومات، وذلك لاستيفائها متطلبات المستوى الأول مبادر في البرنامج ضمن عدد من المؤسسات والجهات الحكومية. وكرم الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية سعادة المستشار أسامة بن أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى، وذلك خلال ملتقى ثقة الثاني لأمن المعلومات والذي نظمته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية برعاية معالي وزير الداخلية في نادي ضباط الأمن العام. وأعرب سعادة الأمين العام لمجلس الشورى عن عظيم الفخر والاعتزاز بهذا التكريم الذي يأتي نتاجاً لتوجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، واعتبر العصفور حصد شهادة الاعتماد في برنامج ثقة حافز ودافع للأمانة العامة والإدارات والأقسام المعنية بتقنية المعلومات لمضاعفة العمل بكل إخلاص وتفاني لضمن استمرار إيفاء الشروط المحددة في المستوى الأول من البرنامج وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الإلكترونية وفق أنظمة حماية معتمدة لكل الأنظمة والمعلومات والبيانات الخاصة بالمجلس. ناقشت لجان مجلس النواب العديد من القوانين، كان من أبرزها قانون الميزانية العامة للدولة وقانون إيجار العقارات وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة. عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها حيث استعرضت مرئيات النواب بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، حيث تم التأكيد مجددا على عدم المساس بمكتسبات فئة ذوي الدخل المحدود وعدم تأثر الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالسياسات المتبعة لتقليل النفقات. كما اطلعت اللجنة على البيانات التفصيلية للميزانية ومرئيات أعضاء اللجنة التي ركزت على ضبط النفقات التشغيلية للوزارات والهيئات الحكومية حتى لا يزيد العبء على ميزانية الدولة، مشيرا إلى مواصلة العمل على تحقيق استقرار الدين العام والاستدامة المالية عبر إعادة هيكلة الميزانية. على الصعيد ذاته، ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب في اجتماعها مشروع قانون بتعديل المادة 43 من قانون إيجار العقارات، حيث استعرضت المرئيات الواردة إليها من الجهات المعنية، وقررت اللجنة تأجيل البت في الأمر لإخضاعه للمزيد من الدراسة. بعدها استعرضت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إعفاء أسر شهداء الواجب من دفع تعرفة استخدام خدمتي الكهرباء والماء لحساب سكني واحد، حيث ناقشت المرئيات الحكومية الواردة إليها من هيئة الكهرباء والماء بهذا الخصوص، وعليه قررت اللجنة الموافقة على الرغبة المقدمة. ناقشت اليوم لجنة المرافق العامة والبيئة عدد من المشاريع، كان مشروع قانون بتعديل مادة 43 من قانون إيجار العقارات، أيضا اقتراحات، هناك كانت اقتراحات برغبة مرفوعة من السادة الأعضاء، اقتراح بشأن إعفاء أسر الشهداء من رسوم الكهرباء لمبنى سكني واحد، ايضا كان يمكن الموضوع المهم اكثر يمكن كان خليج توبلي. ناقشت اللجنه كل الامور المتعلقه بحمايه هذا الخليج وما توصلت اليه المجالس يمكن السابقه في دوراتهم،
لعل هناك في تحرك أيضا من قبل اللجنة لزيارة المنطقة والوقوف على آخر التطورات في خليج توبلي من أجل حماية البيئة وحماية هذه يمكن المشروع الكبير اللي الآن مسجل ضمن المحميات الطبيعية على مستوى العالم. وعقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها وبدأت باستعراض ومناقشة رأي المستشار القانوني حول مشروع قانون بإصدار قانون رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة. وارتأت اللجنة وجود شبهة عدم الدستورية في نص البند 18 من المادة 28 من مشروع القانون لتعارضه مع نص المادة 32 ألف من الدستور. وفي ذات البند قررت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بإصدار القانون البحري، وتتمثل مبررات تقديم المشروع في إصدار قانون بحري حضاري متميز يكفل لمملكة البحرين الاستفادة من إمكانياتها وموقعها الجغرافي المتميز بما يخدم الوطن والمواطن ويحقق لها النمو والازدهار في المجال البحري لتكون منافسة للدول المتقدمة في ذات المجال. تم مناقشة عدة قوانين في المواضيع المحالة بصفة غير أصلية. تم مناقشة مشروع قانونين، الأولاني بحماية ذوي الإعاقة، وتم التصويت على دستورية هذا القانون مع وجود مادة واحدة فيها شبهة غير دستورية. والقانون الثاني الآخر هو قانون النقل البحري، تم الموافقة عليه واعتماده بأن دستورية هذا القانون. المواضيع المحال لجنة بصفة أصلية كانت ثلاث مشاريع، مشروعين خاصين مختصين بالمرافعات القانونية. اللجنة ارتأت زيادة الدراسة في هذه المشاريع وطلب مرئيات من وزارة العدل ومن جمعية المحامين. القانون الثالث اللي هو كان قانون المحاماة، هو قانون قديم جدا في المجلس النواب من 2012 وكان ينتقل من دورة إلى دورة، والآن وصل لنا وأيضا طلبنا مرئيات وزارة العدل وجمعية المحامين لاتخاذ قرارات إن شاء الله نهائية بالموافقة أو الرفض. وناقشت لجنة الخدمات بمجلس النواب في اجتماعها مشروعي قانون بتعديل بعض أحكام قانوني مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، حيث قررت اللجنة طلب ردود ومخاطبات الجهات المعنية. كما ناقشت اللجنة كذلك مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من قانون تنظيم سوق العمل، حيث استعرض الأعضاء الردود الواردة من الجهات المعنية، وعليه قررت اللجنة رفع التقرير النهائي إلى هيئة مكتب النواب. تنوعت الموضوعات التي ناقشتها لجان مجلس الشورى خلال اجتماعات الأسبوع الماضي، كمناقشة الميزانية العامة للدولة وتعديل قوانين الخدمة المدنية والعقوبات ومعاشات ومكافآت التقاعد، إضافة إلى تعديل قانون رعاية وتأهيل المعاقين. وصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بحث مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020، حيث تم خلال الاجتماع اعتماد قائمة بأهم توصيات اللجنة لتعديل مشروع قانون الميزانية العامة استعدادا لبحثها مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب للوصول لأكبر قدر ممكن من التوافق حول ما يمكن القيام به من مناقلات ضمن أبواب الميزانية أو زيادة في باب الإيرادات، بما يستهدف تعزيز الخدمات الحكومية لوزارات الصحة والتربية والتعليم والإسكان. فيما ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها مشروع قانون بتعديل المادة 18 من قانون الخدمة المدنية، والذي يهدف إلى وضع حد أدنى للتدريب، حيث قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأنه لهيئة مكتب المجلس تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة. يأتي ذلك فيما بحثت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وقررت اللجنة إحالة رأيها بسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس تمهيدا لمناقشته. بينما عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها لمناقشة مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة الثانية من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية،
حيث استمعت اللجنة لوجهة نظر الجهات المعنية وقررت استكمال مناقشاتها في اجتماعها المقبل. كما نظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وارتأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون وإعداد تقريرها بشأنه، إلى جانب مناقشة الاقتراح بقانون بشأن التأشيرات والإقامة بحضور ممثلي وزارتي الداخلية والخارجية، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بحضور ممثلي وزارتي الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وقررت اللجنة مواصلة بحث الاقتراحين المذكورين في اجتماعاتها المقبلة. ومن جانبها ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مركز طبي لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، وذلك بحضور مقدمي الاقتراح، والذي يهدف إلى إنشاء مركز طبي مرخص للقيام بعمليات نقل وزرع الأعضاء يكون تمويله من الهبات والتبرعات ومساهمات المرضى القادرين غير البحرينيين، بالإضافة إلى الاعتمادات التي تخصصها الدولة. كما نظرت اللجنة في قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من قانون رعاية وتأهيل المعاقين، وذلك بحضور ممثلي نادي الصم البحريني الرياضي وجمعية الصداقة للمكفوفين، حيث تباحثت اللجنة في حيثيات قرار مجلس النواب والمرئيات التي تقدمت بها الجهات المعنية، وقررت إعداد مسودة تقريرها النهائي بشأن المشروع بقانون. بالإضافة إلى مناقشة 3 مشاريع بقوانين لتعديل قانون التأمين الاجتماعي وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وللضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وقررت دعوة الجهات المعنية للاستماع لمرئياتها بشأنها. وافق مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل المادة 11 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. وحول مشروع القانون معنا اليوم عبر الهاتف سعادة النائب محمد السيسي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. نرحب فيك سعادة النائب، ويريت تطلعنا على تفاصيل هذا المشروع وما مر به من مناقشات خلال اجتماعات لجنتكم الخارجية. الله يمسيك بالخير، امسي عليك بالخير وعلى الاخوان والاخوات المستمعين، واتمنى لكم دوام التوفيق، الله يطول عمرك. طبعا مشروع قانون تعديل المادة 11 من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشان حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، نعم، وهذا المشروع يهدف مشروع القانون الى تشديد العقاب على جريمة الترويج والتمجيد والتعظيم والتحبيذ للأعمال الإرهابية. جعل المشروع العقوبة السجن والغرامة بدل من عقوبة الحبس. طبعا الحبس، لما نتكلم عن الحبس نتكلم عن يعني من شهر ل3 سنوات، فالسجن هي المدد الأزيد. نعم. وأضاف قصد جديد لإحراز المحرر المطبوع المتضمن الترويج والتحبيذ والتمجيد للأعمال الإرهابية. نعم. أي أن أي شخص يحرز الإحراز معناته أنه بحوزته يكون المحرر المطبوع. نعم، يعني بالنسبة لاستعراض المشروع في الجلسة طرحت، نعم، بعض الآراء بشأن التعديل، أهم ما جاء من مناقشات ومداولات بشأنه في تلك الجلسة. نعم، دارت العديد المناقشات داخل اللجنة أولا وداخل الجلسة ثانيا عن مرئيات الجهات المعنية، وعن، نعم، بعض الأخوة اعتبر تغيير لحرية الرأي، ولكن لا علاقة لحرية الرأي. حرية الرأي يكفلها الدستور في البحرين ويكفلها القانون، وأكبر ضامن لحرية الرأي جلالة الملك الله يحفظه، نعم، يطول في عمره. فالمشروع فقط أتى من أجل تمجيد وتعظيم وتحبيذ على الأعمال الإرهابية، نعم، لا علاقة لذلك بحرية الرأي. واليوم احنا نرى عالميا ليس فقط البحرين يوجد تشديد على الظواهر الإرهابية بحكم ما تعرضت لبعض العواصم سواء كان في الشرق أو الغرب أو، نعم، في أوروبا أو في أمريكا من أعمال إرهابية. فلذلك المناقشة اللي دارت يمكن بعضها ارتأى أو تخوف من، والتطمين أتى من القانون نفسه لأنه فقط يتعرض للتمجيد والتحبيذ للأعمال الإرهابية أو التبرير.
والتبرير لها طبعا. نعم سعادة النائب، الآن التعديل قد تم، أين سيذهب هذا المشروع وما هو خط سير المشروع حتى يصبح مشروع مطبق على أرض الواقع؟ طبعا هذا المشروع شأنه شأني مشروع قانون يقر من مجلس النواب، مع العلم أن هذا المشروع كان أتى أساسا من مجلس الشورى. نعم. وأتانا في النواب، فإحنا طبعا بعد موافقة عليه سيعود مرة أخرى لمجلس الشورى من أجل غراره، فإن غره مجلس الشورى يرفع لجلالة الملك المفدى من أجل التصديق عليه واصداره بشكل قانون. نعم، يعني بلا شك أنتم في مجلس النواب أنتم حريصين على تعديل بعض القوانين والاقتراحات والمشاريع الجديدة. سعادة النائب، في شأن الإرهاب وحماية المجتمع من هذه الأعمال، هل ترى بأنه لا يزال هناك مجال لإجراء تعديل في بعض القوانين الأخرى ضمن اختصاص لجنتكم اللي هي لجنة الدفاع والأمن الوطني؟ أخي الكريم، التشريعات هي صورة معبرة عن واقع الحال في المجتمع والسلطة التشريعية بشكل عام، والتشريعات دائما تلبي حاجة آنية للمجتمع أو تحديث قانون قديم أتى عليه الأكل عليه الدهر على ما يقولون. نعم. فمتى ما ارتئينا يعني في اللجنة وارتأى أي عضو في المجلس التشريعي أو الحكومة الحاجة لتحديث تشريع معين، فلا بد هنا أن احنا بنتحرك من أجل ذلك. فالتشريعات هي ترى مرآة تعكس واقع المجتمع، يعني أي شيء في المجتمع، على سبيل المثال ولو أني بارخل يمكن في موضوع آخر نوعا ما، ولكن بعد يندرج تحت لجنتنا، مشروع وسائل التواصل الاجتماعي ومؤثرة فيها مؤخرا وخاصة بعد واقعة إحدى المدارس واللجان التحقيق اللي صارت فيها، ومن ثم قرار مجلس الوزراء الموقر برئاسة سمو الأمير خليفة بن سلمان بأن الواقعة غير حقيقية. نعم. وتندرج تحت بند التشهير وليس بها أي أساس من الصحة. هذه الواقعة تخلينا نستذكر ونفكر ونعكس واقع المجتمع بأننا في حاجة ماسة من أجل تشريع ينظم عمليات وسائل التواصل الاجتماعي، ولو أنها منظمة في قانون العقوبات وقانون تقنية المعلومات بشكل ما، ويوجد كذلك تشديد العقوبة حاليا في مطروح من مجلس الشورى، ولكن احنا للأمانة بحاجة إلى مشروع متكامل من أجل وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. وأنا أعكف حاليا شخصيا على دراسة موضوع مشابه مع الجهات المختصة، ومع كذلك ارتئيت أني أخذ رأي حتى المغردين وأصحاب وسائل التواصل الاجتماعي نفسهم، سواء من خلال طبعا هم لا يملكون جمعية، لكن من خلال التواصل الشخصي معهم أو من خلال المؤسسات حتى الربحية بعضها، ولكن نأخذ الأراء ومرياتهم. نعم. من أجل أن يكون صياغة القانون مطمن جميع الأراء، احنا ممثلين الشعب في النهاية واحنا نعكس وجهة نظر الشعبية، لذلك نبقي رأي الشعب في هذا الموضوع. أن ارتأى الشعب أن هذا الفعل مجرم وهذا الفعل يمثل إساءة يعني للمجتمع ولعاداته ولتقاليده، وكذلك أحيانا حتى ممكن يشكل إساءة للسلم الأهلي إن نزلت هذه يعني الممارسات الخاطئة في وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك يعني احنا نعكف، انا شخصيا نعكف على اعداد ان شاء الله مشروع بقانون لوسائل التواصل الاجتماعي، ان شاء الله الله يمكنني ويقدرني ان اقدم في دور النقاد القادم اللي هو الثاني. نعم سعادة النائب محمد السيسي، كل الشكر والتقدير لهذه المداخلة، ونتمنى لكم اكيد كل التوفيق في اعمال ومهام المجلس. وافق مجلس الشورى خلال جلسته الماضية على اقتراح بقانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، وتم إحالته إلى الحكومة وبدورها ستعمل على إعادة صياغته في صورة مشروع قانون يحال إلى مجلس النواب ليأخذ دورته التشريعية من النقاش والدراسة بين مجلسي الشورى والنواب قبل إقراره ليكون قانون نافذ. وحول فكرة الاقتراح بقانون وأهدافه معنا سعادة عضو مجلس الشورى نوار المحمود، وهو من بين مقدمي الاقتراح بقانون هذا المذكور. مرحبا وأهلا وسهلا فيك سيد نوار. بداية نتحدث عن تعريف هذا المقترح بالتفصيل، ومن هم من السادة أعضاء مجلس الشورى الذين قاموا بتقديم المقترح معك؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم وأشكركم على الاستضافة. خليني أعطيك فكرة عن الاقتراح بقانون هاي اللي قدمناه. نعم. حقيقة في نهاية الفصل الماضي كلموني طبيبات
عزيزات علينا حقيقة، كان في موضوع يخص يعني يشغلهم جدا اللي هو مشروبات الطاقة. نعم. تعرف بحكم عملهم هم في المستشفى الحالة اللي الحالات اللي صادفوها، نعم صادفوها يعني حبوا أن يكونون حريصين على صحة الشباب والنشء والأطفال، هذا اللي قاعدين يأخذون مثل هذه المشروبات تأثر عليهم. نعم بدون وعي. اي نعم، انا الحقيقه اخذت الفكره وقعدت افكر فيها، طبعا راجعت نفسي راجعت القوانين الموجوده هناك في فراغ تشريعي في هذا الخصوص. نعم. حقيقه فمن هذا الباب انا قدمت الاقتراح على اساس ان الحد من مشروبات الطاقه، والحقيقه الجماعه معنا الأعضاء بعد نفس الشيء وقفوا. نعم. معنا، وكانت على أيام لجنة الشباب السابقة، انتهى فصل التشريع طبعا الماضي، مع بداية هذا الفصل لجنة الشباب أعادوا تقديمه معي. نعم، يعني سعادة عضو مجلس الشورى، يعني هل تم الاسترشاد بدول أخرى بقوانين هناك موجودة أو الاطلاع على قوانين منظمات دولية في الوقوف على أضرار هذه المشروبات؟ هو الحقيقة أكيد يعني لما نقترح قانون لابد أن نبحث نشوف الدول. نعم. المحيطة، الدول العربية، الدول الأجنبية، الدول القانون الحد من المشروبات الطاقة ما في ولا دولة عندها، مجرد قرارات صدرت تحد أو تمنع لأقل من 20 سنة بعض الدول، بعضهم 16 سنة. إحنا الحقيقة كان ودنا أن نركز أو نلفت الانتباه. نعم. إلى خطورة هذه المشروبات اللي يأخذها بعض الشباب على شكل قانون. بالضبط. نعم. أساس أن بصراحة نحافظ على صحة الشباب والنشء. طبعا أنا هني في هالمقابلة ودي أن ألفت النظر إلى أن القانون الاقتراح بقانون جاء تفعيلا للمادة الخامسة من. نعم. الدستور مملكة البحرين، إذا سمحت لي بس أقراها لك. نعم تفضل. تنص المادة على أن يتولى القانون رعاية النشء وحمايته من الاستقلال ووقايته من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. نعم. كما وتعني الدولة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي، كذلك يأتي تحقيقا هذا القانون الاقتراح لما توليه الدولة حقيقة جلالة الملك ورئيس الوزراء ولي العهد، طبعا مهتمين كثيرا بالنشء والأطفال والشباب. نعم. يعني هذا الاقتراح جاء على أساس أن احنا نأكد. نعم. على أن موقف الدولة يحمي شبابنا ويحاول أن يأخذهم إلى المستقبل، أفاق المستقبل. نعم، يعني هذا الاقتراح كان داخل المجلس. نعم. كيف وجدتم صدى هذا المقترح خارج أوساط المجلس؟ والله انا يعني حقيقه ما يعني كنت اتوقع اتصالات. نعم. معينه. اي نعم. ردود فعل تؤيد او حتى تعارض هذا الاقتراح؟ لا الحمد لله ما في اي صوت او اي جهه عارضت. نعم. من المواطنين قصدي، بالعكس جاتنا اتصالات عديده من اولياء امور ابنائنا وبناتنا الحقيقه ان يشيدون بهذا المقترح ويتمنون لو انه يمنع منعا باتا وليس. نعم. الحد منه، فهذا الحقيقه يعني يبين ان في مشكله موجوده. نعم. عند الشباب وعند الاطفال والناشئه يجب ان يتم حلها. نعم، تحدث عن اتصال اولياء امور بك، يعني هذه مسؤوليه اكيد كجهه مشرعه في مجلس الشورى تقع عليكم مسؤوليه، لكن عاتق هذه المسؤوليه ايضا على من يقع ايضا؟ الحقيقه يقع على جميع المستويات في المجتمع، يعني عندك المدارس، الجامعات، كافة المؤسسات التربوية. المؤسسات التربوية. نعم. نعم، عندك أولياء الأمور، دور الأسرة أكيد. دورهم جدا مهم. نعم. يجب أن يعني يشاركون في توعية أبنائهم وتثقيفهم بهذا الشيء، يعني البيت وايد مهم، المدرسة مهمة. نعم. كذلك مثل ما تفضلت المؤسسات التعليمية، يعني كافة فئات المجتمع. نعم. مطالبة حملات التسويق الاجتماعي والتوعوية. نعم. كافة الفئات مطالبة بأنها تشارك. بالتأكيد. إيه. نعم. ضيف الكريم، يعني لو نتعرف على تفاصيل أكثر حول الآليات
التي يستند عليها هذا الاقتراح للحد من استهلاك هذه المشروبات؟ هو سلمك الله يعتمد أكثر شيء على طبعا هو التشريع، لابد أن في بتكون في عقوبة. نعم. يعني أي واحد بخالف القانون راح يعرض نفسه للمساءلة وللعقوبة، هذا جانب. الجانب الآخر طبعا احنا نركز أكثر شيء على تثقيف وتوعية أبنائنا وبناتنا بضرر هذه المشروبات. نعم. مشروبات الطاقة، متى ما فهموا هذه الأشياء راح أكيد يتجنبونها. احنا لاحظنا في دراساتنا وبحوثنا اللي عملناها حق الموضوع دي ان 50% من الاطفال او الناشئه اللي استخدموا المشروبات الطاقه ما كان عندهم اي علم بمضار هاي المشروبات. نعم. يعني كانوا يتوقعونها انها مشروبات عاديه. نعم. مثل الاشياء الثانيه. نعم. يعني كيف نعم كيف ستقيمون متابعه تكلم عن مستوى النشء، كيف ستقيم متابعه هؤلاء النشء في تناول هذه المشروبات، خصوصا ان يعني بعضهم يلجؤون خلينا نقول بعض المطاعم او بعض المحلات التي تبيع هذه المشروبات في صبغه مثلا عصير. نعم. تدمج هذا المشروب مع مشروب اخر. نعم. آلية المتابعه والتقييم كيف ستكون؟ هي طبعا وقت اللي يتم وقت اللي يتم ان شاء الله اعتماد القانون. نعم. و تفعيله بأكيد راح تكون في أدوات لمتابعة هذا الموضوع مع المختصين. طبعا في بيكون في ضبطية لهذه الأشياء ومراقبين مثلا طبعا راح يكشفون على المحلات هذه اللي الحين في هذا الوقت طبعا سهل بيعهم لهذه المشروبات. الطلبة مع الأسف يطلعون من المدرسة يركضون حق نعم. محل العصير واللي خالط لهم مع مشروبات الطاقة وصار نوع الإدمان عندهم. نعم. فإن شاء الله يعني نتمنى أن يكون في وعي أكثر وفي التزام أكثر بالمتابعة هذه القانون إن شاء الله. نعم. إحنا بعد نتمنى تعاون أولياء الأمور والناشئة يعني كذلك في إيصال الشكاوي والتبليغ عن كل من يخالف القانون. نعم. في حال نعم. يعني انفاذ هذا القانون ختاما. نعم. يعني سيد نوار، توقعاتكم لتمرير هذا المقترح؟ والله نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعني يتمم هذا الاقتراح على خير، ونتمنى ان شاء الله يتم صياغته في الحكومه بشكل مشروع بقانون يروح ان شاء الله لاخواننا في مجلس النواب. اكيد الجماعه في مجلس النواب حريصين مثلنا ويمكن اكثر منا. نعم. على تمرير مثل هذا القانون. نعم. سيد نوار المحمود عضو مجلس الشورى، شاكر حضورك معنا ويعطيك الصحة والعافية على إثرائك هذه الحلقة. شكرا جزيلا لكم. ضمن تفاعل مجلس الشورى مع الأسبوع العربي للصم الذي يحتفل به في الأسبوع الأخير من شهر إبريل من كل عام، نشرت حسابات مجلس الشورى عبر التواصل الاجتماعي تسجيل مرئي بلغة الإشارة يعكس اهتمام المجلس بالصم وتوجهاته فيما يتعلق بسن التشريعات والقوانين الداعمة لحقوقهم في المجتمع ومن بينها الحق في التوظيف المناسب. Thank you.
في الختام مشاهدينا الكرام، نستعرض معكم أبرز ما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار حول مجلسي الشورى والنواب. شكرا لكم على هذه المتابعة، ودمتم في أمان الله.